السلام عليكم. أشكركم والسلام عليكم. أشكر من كل قلبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر على كلماته. أنا ممتن لمجلس حكماء المسلمين على اللقاء الذي تم منذ قليل في مسجد سمو الشيخ زايد. أحبتي، أحيي فيكم السلطات المدنية والدينية والسلك الدبلوماسي، وكذلك تحياتي وشكري إلى الرئيس المصري القائد السيسي، وكذلك الحال اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للهيئة، وأود أن أشكركم كذلك على هذا الترحاب الحار الذي لقيته من جميع الناس ولي ولوفدي الرسمي، وأشكر كذلك جميع الأشخاص الذين ساهموا في جعل هذه الزيارة ممكنة والذين عملوا بتفان وحماس ومهنية من أجل هذا الحدث لتنظيمه المنظمون، وأولئك الذين يعملون في دوائر البروتوكول ورجال الأمن وجميع الذين بأشكال مختلفة قدموا مساهمتهم خلف الكواليس. وأتوجه بشكر خاص للسيد محمد عبد السلام المستشار السابق للإمام الأكبر، كما أتوجه من وطنكم إلى جميع بلدان شبه الجزيرة العربية، والذين أرغب في أن أوجه إليهم أخلص تحياتي الودية والمقرونة بالصداقة والاحترام والتقدير، وبروح وبقلب ممتن للرب. وفي الذكرى 108 اللقاء ما بين القديس فرانسيس الأسيزي والسلطان الملك الكامل، قبلت فرصة المجيء إلى هنا كمؤمن متعطش للسلام وأخ يبحث عن السلام مع إخوته. الرغبة في السلام وبتعزيز السلام وبأن نكون أدوات للسلام، هذا ما جئنا من أجله هنا. إن شعار هذه الزيارة يتألف من حمامة تحمل غصن زيتون، وهي صورة تذكرنا بقصة الطوفان الأول الموجود في مختلف التقاليد، ووفقا للسرد الروائي في الكتاب، فإن الله كي يحفظ البشر من الدمار قد طلب من نوح أن يدخل في الفلك مع أسرته، واليوم أيضا وباسم الله ومن أجل الحفاظ على السلام نريد أن ندخل معا كعائلة واحدة في فلك يستطيع أن يعبر بنا بحار العالم المأخوذة بالعواصف. إنه فلك الأخوة. إن نقطة الانطلاق هي الاعتراف بأن الله هو أصل العائلة البشرية الواحدة، فهو ولكونه خالق كل شيء وخالق الجميع يريد منا أن نعيش كأخوة وأخوات وأن نقيم في البيت المشترك الذي منحنا إياه الله. هنا تتأسس الأخوة عند جذور بشريتنا المشتركة. هذه دعوة ماثلة في حساب الله للخلق، إنها الدعوة التي تخبرنا بأننا جميعا نملك الكرامة عينها، وأننا لا يمكن أن يكون أحدنا سيدا للآخر أو عبدا له. لا يمكننا أن نكرم ونحترم الخالق دون أن نحافظ على قدسية كل الأشخاص وكل حياة بشرية. فكل فرد هو شخص ثمين في عيون الله، لأن الله لا ينظر إلى العائلة البشرية بنظرة تمييزية تستثني، وإنما بنظرة فيها المحبة التي تشتمل على الجميع. لذلك فالاعتراف بالحقوق عينها لكل كائن بشري إنما هو تمجيد لاسم الله على هذه الأرض وباسم الله الخالق. وبالتالي يجب أن تدار وبدون تردد جميع أشكال العنف، لأن استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش ضد الآخرين إنما هو تدنيس خطير لاسم الله. فلا وجود العنف يمكن تبريره، ولا يجب على أحد استخدام الديان في تأجيج الكراهية والعنف،
والتطرف والتعصب، وبالتالي فإن العنف كما قلنا والعداء الأعمى لا بد أن نفعل، ولا يجوز لأحد أن يستخدم اسم الله لأن يبرر أعمال القتل والتشريد والإرهاب والبطش. إن عدو الأخوة هي النزعة الفردية التي تترجم في عزيمة تأكيد الذات والمجموعة الخاصة على حساب الآخرين، وهذا فخ يهدد جميع جوانب الحياة حتى الصفات الأسمى والفطرية لدى الإنسان. إنه الانفتاح على ما هو متسامح والتدين، وإن التدين الحقيقي يقوم على محبة الله من كل القلب ومحبة القريب كمحبتنا لأنفسنا ومحبة، وبالتالي فإن التصرف والسلوك الديني لابد أن ينقى على الدوام من كل التجريد المتكرر لاعتبارات الآخرين أعداء وخصوم، وكل دين على أنها وكل أديان مدعوة لتخطي فجوة التمييز بين أصدقاء وأعداء كي تتبنى وجهة نظر الله ونظر السماء التي تعانق جميع البشر دون محاباة أو تمييز. لذلك أرغب في التعبير عن تقديري لالتزام هذا البلد في الموافقة على حرية العبادة وضمانها مواجهة للتطرف والكراهية بهذه الطريقة، فيما تعززت الحرية الأساسية للمرء بإعلان إيمانه، فإن هذه باعتبارها متطلبات أساسية وجوهرية لتحقق للإنسان ذاتيته ويتم السهر عليه حتى لا يتم استغلال الدين وتتعرض لخطر نكران ذاتها بقبولها للعنف والإرهاب. لكن الأخوة بالتأكيد تعبر أيضا عن التنوع والاختلاف الموجود بين البشر بالرغم من رابطة الولاء بينهما وامتلاكهم للطبيعة عينها ولذات الكرامة نفسها، والتعددية الدينية هو تعبير طبيعي عن ذلك، وبالتالي فالموقف الصحيح في هذا الإطار ليس التجانس القسري ولا التوفيق في هذا المجال، وما دعيناه القيام به كمؤمنين هو أن نلتزم من أجل أن يحصل الجميع على هذه المساواة في الكرامة، وذلك باسم الرب الرحيم الذي خلقنا، وباسمه علينا أن نبحث عن التآلف في التناقضات وحل هذه المشكلات في الاختلافات. وأريد هنا أن أكرر التأكيد على قناعة الكنيسة الكاثوليكية، لا يمكننا أن ندعو الله أبانا أو أبا الجميع إذا رفضنا أن نتصرف كإخوة مع الناس المخلوقين على صورة الله. مع ذلك توجد أسئلة عديدة تفرض ذاتها، كيف نحتفظ بصورة أنفسنا أو صورة أنفسنا كصورة الله، كيف نحافظ على بعضنا البعض في العائلة البشرية الواحدة، وكيف نغذي الأخوة ليس من الجانب النظري فقط بل نترجمها في أخوة حقيقية، كيف نجعل إدماج الآخرين يسود على مسألة التهميش باسم الانتماء أو الانتماءات الشخصية أو إلى مجموعة معينة، كيف يمكن للأديان باختصار أن تكون قنوات للأخوة بدلا من أن تكون حواجز للإقصاء. إن كنا نؤمن بوجود العائلة البشرية فيجب بالتالي أن نحافظ عليها كعائلة، وكما هو الحال في كل أسرة ذلك يكون أول شيء من خلال حوار يومي وحقيقي. هذا الأمر يستلزم هوية شخصية لا يجوز التخلي عنها لإرضاء الآخرين، ولكن الأمر يتطلب في ذات الوقت شجاعة الاختلاف التي تتضمن الاعتراف بالكامل بالآخر وبحريته وما ينتج عنه من التزامات ببذل ذواتنا كي يتم التأكيد على حقوق الآخرين الأساسية في كل مكان ومن قبل الجميع، لأننا بدون حرية لا نكون بعد أبناء الأسرة البشرية الواحدة وإنما عبيد.
ومن بين هذه الحريات أود أن أؤكد على الحرية الدينية، فهي لا تختصر على حرية العبادة، بل ترى في الآخر أخا لك بالفعل، كأخت لك بالفعل، وهم أبناء البشرية نفسها، ابنا للبشرية. هذا الابن يتركه الله حرية، ولا يمكن بالتأكيد لآية مؤسسة البشرية أن تجبره حتى باسم الله، أن الحرية حق لكل إنسان، اعتقاد وفكر وتعبير وحرية الحركة والعمل، وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة هي حكمة ومشيئة الله. قد خلق الله البشر عليها وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد وحرية الاختلاف عن الآخرين، الحوار والصلاة. إن شجاعة الاختلاف هي روح الحوار الذي يقوم على صدق النوايا، والحوار في الواقع هو عرضة للإزدواجية التي تزيد المسافة وتزيد من الشك، فليس بإمكاننا أن نعلن الأخوة ونتصرف على عكس ذلك. بحسب أحد الكتاب المعاصرين، أن الذين يكذبون على أنفسهم ويصغون إلى أكاذيبهم يصلون إلى حالة عدم القدرة على تمييز الحقيقة، لا في داخل الإنسان ولا في من حوله، ويبدأ هكذا بفقدان احترامه لنفسه وللآخرين. إن الصلاة هي جوهر في هذا المجال، في هذا كله، فهي تجسد شجاعة الاختلاف إزاء النظر إلى الله، وفي صدق النوايا، وفي تنقية القلوب من الانغلاق على النفس. والصلاة التي تتلى من القلب تجدد الأخوة. لذلك فيما يختص بمستقبل الحوار بين الأديان، ينبغي علينا أولا أن نصلي، وأن نصلي من أجل بعضنا البعض. نحن أخوة، نحن أخوة، بدون الإله لا شيء ممكن، ولكن معه كل شيء يصبح ممكنا. أرجو أن تتطابق صلواتنا بالتمام، كل حسب تقاليده، مشيئة الله، الذي يريد أن يعترف جميع البشر بأنهم أخوة، وأن يعيشوا على هذا النحو، ويؤسسون لعائلة واحدة من العائلة البشرية الكبيرة التي تعيش في تناغم التنوع. ليس هناك من بديل. أما أن نبني المستقبل معا أو لن يكون هناك مستقبل. أن الأديان لا يمكن بشكل خاص أن تتخلى عن الواجب الملح في بناء الجسور بين الشعوب والثقافات. ولقد حان الوقت الآن أمام الأديان أن تبذل ذاتها بشكل فعال وبشجاعة وإقدام وبدون تظاهر، كي تساعد الأسرة البشرية الواحدة على أن تنضج قدرتها على المصالحة ورؤية ملؤها الرجاء، واتخاذ مسارات سلمية مملوءة. وبالتالي فإننا نتحدث عن مسائل أخرى، ونعود هنا إلى الصورة الأولى لحمامة السلام. إن السلام أيضا كي يحلق مثل الحمامة يحتاج إلى جناحين، يرى فرفان أنه يحتاج إلى جناحي التربية والعدالة. تطلب التعليم أو التربية، وأصل الكلمة اللاتينية يعني الاستخراج والاستئصال بأصله اللاتيني، أن نستخلص ونستخرج الموارد الثمينة في النفوس. أنه لأمر مشجع ومريح أن نرى في هذا البلد أنه لا يتم الاستثمار في استخراج موارد الأرض وحسب فقط، بل أيضا موارد القلب، أي في تربية الشباب. أتمنى أن يستمر هذا الالتزام وينتشر في مناطق أخرى
في المستقبل، إن التربية تتم أيضا في العلاقات وفي التبادلية. يجب أن نضيفه إلى القول القديم المأثور اعرف نفسك، قولا آخر يجب أن نضيف إليه اعرف نفسك واعرف أخاك أيضا وأختك، قصتك، ثقافتك وإيمانك، لأنه لا توجد معرفة حقيقية للذات بدون معرفة الآخرين. وكبشر وكإخوة وأخوات، دعونا نذكر بعضنا بعضا أنه لا يمكن أن يبقى غريبا علينا كبشر. ومن الأهمية المكان بالنسبة للمستقبل أن نبني هويات منفتحة قادرة على التغلب على تجربة الانغلاق على الذات والتصلب، ولا بد من الاستثمار في هذه الثقافة التي تعزز انحسار الحقد ونمو الحضارة والازدهار والقضاء على الكراهية. والتربية تناسب عكسي مع العنف، والمؤسسات الكاثوليكية التربوية والمدارس التي تحظى بالتقدير هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة تعزز هذه التربية على السلام وعلى المعرفة المتبادلة من أجل تدارك العنف. يحتاج الشباب الذين غالبا ما تحيطهم رسائل سلبية وأنباء مزيفة إلى أن يتعلموا عدم الاستسلام لإغراءاتها المادية والكراهية والأحكام المسبقة والمادية، لأن يتعلموا كيفية التصدي للظلم ولخبرات الماضية، لأن يتعلموا الدفاع عن حقوق الآخرين بالحماس النفسي ويدافعوا عن حقوق الآخرين، وسيكون هناك من سيحكمون عليهم يوما ما إيجابيا إذا ما قدموا لهم أسسا صلبة لخلق لقاءات جديدة من التحضر، وسلبية إذا ما تركنا لهم مجريات سراب وتطلعات كثيرة كئيبة من الصدمات الشائنة وغير الحاضرة. نعم سيحكمون علينا صحيح إذا ما أعطيناهم الأسس القوية لإقامة مثل هذه الحضارة، ويحكمون علينا بالسوء إذا ما تركنا لهم السراب وتطلعات الكئيبة من الصدمات والشائعة وغير الحضارية. العدالة هي الجناح الثاني للسلام التي غالبا ما لا تتضرر بفعل أحداث فردية، لكنها تتآكل ببطء جراء سرطان الظلم. فالعدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة يحق لكل إنسان فيها أن يحياها في كنفها، ولا يمكن لإنسان أن يؤمن بالله ويؤمن بالعدالة دون ذلك. وفقا للقاعدة الذهبية التي نؤمن بها أن هذا الذي تفعله تفعل تجاه الآخرين يجب أن تفعله تجاه الإنسان، وبالتالي هذه هي القوانين وهذه الدين التي تقدمها لهم، أن العدل والسلام لا يمكن فصلهما عن بعضهم البعض. وبالتالي كما قلنا أن قوة ذلك هو السلام، السلام يموت عندما ينفصل عن العدالة، وبالتالي أن العدالة تكون مزيفة إن لم تكن شاملة للآخرين. وبالتالي فإنني أقدم ذلك العدالة لأعضاء الأسرة والمؤمنين لديانة واحدة، هو كما يمكن أن نسمى بالعدالة العرجاء، وبالتالي فهو هي حقيقة عبارة عن ظلم مموه لآخره. وبالتالي فإننا لابد أن نذكر نفسنا بأن الطمع أيضا هو الذي يجعل القلب بلا راحة، وبالتالي فإن متطلبات السوق الحالية يمكن أن تضغط علينا كذلك، ودون أن نواجهها بدون حوار وبدون أسرة وبدون تربية. وبالتالي فإنني يعتد أساسيا أن نذكر ذلك عندما وتحتاج إلى الوقت والصبر إلى هذا الأمر، وأن الأديان لابد أن تكون هي صوت الآخرين، ليس هذه مجرد إحصائيات عن الإخوة والأخوات، ولا بد أن تكون أيضا واقفين إلى جانب الفقراء أيضا، ولا بد أن نحافظ على هذه الأخوة في ليل الصراعات أيضا، ولا بد أن يكون هناك تحذيرات للإنسانية، وأن لا نغلق أعيننا بشأن الظلم الذي يحل الناس، ولا بد لا نقدم نفسنا على مآسي الآخرين والمآسي العديدة التي تحصل في هذا العالم.
أن النتيجة ذلك، وأن السماء تتحدث عن السماء وعن الأخوة. وأنا أريد أن أخذ هذه الحالة، وأنا أخذ أيضا الصورة الثانية التي ذكرت اليوم وأستلهمها، والتي تتحدث عن الصحراء التي تحيطنا، ولكنني أستوحي منها صورا جميلة أحيانا. وهنا وخلال سنوات قليلة أصبحت هذه بالحكمة أصبحت هذه الصحراء أيضا وتحولت إلى أرض مزدهرة ومكانا مليئا بالكرم. وهذه الصحراء أصبحت أو تصبح الآن مكانا أو ملتقا للثقافات والأديان، وكانت صعبة الوصول إليها. والآن هي الصحراء تزدهر الآن، ليس في أيام وإنما ليس الآن وإنما سنوات قادمة. هذه البنايات الشامخة التي تناطح السماء أيضا في هذا البلد، أيضا نرى فيها أيضا التقاطع المهم ما بين الشرق والغرب واللقاء ما بين الشمال والجنوب في هذا الكوكب، وأنه مكان للتطور والتنمية أيضا، وحيث كان مكانا بعيدا وصعبا لكنه أصبح الآن المكان الذي يزور يأتي إليه الناس بحثا عن عمل وعن منزل ووطن، وأن التنمية يمكن أن تكون هنا مصدر ذلك. ولو حاربنا تلك النزعة الفردية كما قلنا من قبل، لابد أن نركز على مسألة عدم الاهتمام وعدم الاكتراث بالآخرين، وبالتالي فإن ذلك يمكن أن يواجه هذه الوقائع التي تواجه الأراضي الصحراوية التي تعاني من ذلك. وبالواضح أن هذه التنمية التي تفرع الناس لا يمكن أن تتم بذلك، ونحتاج إلى التنمية أن تكون عاملا مساعدا والذي يمكن أن يوفر المستقبل للإنسان. وبالتالي فإن ذلك يمنعنا من أن نرى المجتمع الإنساني أيضا وراء تلك الحقائق الحكمة. وبالتالي فإن أخوتنا وأخواتنا الذين يقومون بمثل هذه الأعمال والذين يمكن أن ينظروا إلى هذا المستقبل، وهي لا يهتم فقط بمستقبل هؤلاء ولا يهتمون بمستقبل كرامة الغريب ومستقبل الأولاد والأطفال أيضا. ونحن هنا في أبوظبي وفي شهر نوفمبر الماضي، فإن أول مؤتمر للحوار ما بين الأديان أيضا قد عقد هنا في هذا المكان، وكان الفريق وكان الموضوع عن كرامة الأطفال في العصر الرقمي هنا. وإن هذا الحدث الذي أنا دعا وأرسل رسائل لذلك قبل خلال مؤتمر عقد في روما حول نفس الموضوع، وأنا دعمت ذلك المؤتمر وبقوة. أعتقد أن كافة القادة الذين يدخلون في هذا المجال وأؤكد لهم دعمي الشامل ذلك وتضامن معهم ومشاركتي ومشاركة الآخرين في نفسي والكنيسة الكاثوليكية في هذا الموضوع من أجل حماية أصوات الفقراء والصغار والقاصرين. وبالتالي هنا وفي هذه الصحراء أيضا لاحظ أن مثل هذه التنمية المثمرة أيضا قد أكدت على خلق الهدف وإيجاد الأمل. والأمم المختلفة وجدنا هناك حتى المقابر المسيحية لأشخاص دفنوا هنا وعاشوا هنا ووجدوا وأسهموا مساهمة كبيرة في نمو وتقدم هذا البلد، بالإضافة إلى المهارات المهنية الكبيرة التي توفر لكم الإيمان الحقيقي واحترام والتسامح القائم هنا في هذا البلد، بالإضافة إلى أماكن العبادة المتعددة والتي تبين الوعي والإدراك الروحي الذي يخدم المجتمع. ويشجعهم كثيرا أن تواصلوا مثل هذا المسار، وبحيث أن أولئك الذين يعيشون هنا والذين يمرون بمثل هذا المكان لن يقولوا فقط وينقلون إلى صورة الأعمال الكبيرة التي أقمتموها هنا في هذه الصحراء كما كانوا يسمونها، وإنما تشمل وتعانق كل شخص وكل فرد يأتي إلى هنا. ونحن وبهذه الروح فإنني أتطلع إلى الفرص الكبيرة للالتقاء هنا، ليس فقط هنا وإنما في كل المنطقة برمتها وفي الشرق الأوسط ككل. إنني أتطلع إلى المجتمعات حيث يكون فيها الناس من مختلف الأديان لديهم الحقوق والمواطنة المتساوية والحماية ضد كافة أنواع العنف التي يمكن أن تسيد. وبالتالي إنه لابد أن يكون هناك علاقات إنسانية أيضا
تقوم على أساس العدالة والتربية والتعليم، التنمية البشرية التي تقوم على أساس العمل والتضمين وحقوق الآخرين جميعا. هذه هي البذور الحقيقية للسلام التي دعت إليها كل أديان العالم، التي دعت إلى أن تزدهر. ولهؤلاء أيضا ربما قد لم يحدث ذلك من قبل، وفي مثل هذا الموقف التاريخي الدقيق في هذا العالم، فإن هذه المهمة لم يعد بالإمكان تأجيلها على الإطلاق، وإن هذه المهمة لابد لنا من المساهمة بها من أجل أن نعزز ذلك في قلب الإنسان، وفي منع سباق التسلح، ومنع توسيع مناطق الاختلاف، وكذلك السياسات العدوانية للآخرين التي لن تجلب لنا الاستقرار على الإطلاق. وبالتالي أن الحرب لا يمكن أن تخلق إلا شيء، أي شيء سوى التعاسة والبؤس، وأن الأسلحة ليست لا تجلب شيئا إلا الموت. إن الأخوة الإنسانية تتطلب منا جميعا كممثلين لأديان العالم واجب الرفض كل شيء والموافقة على منع حصول حرب عالمية أخرى التي تريد أن تعود بنا إلى قساوتنا البائسة الأصيصة القديمة جدا. ولقد شهدنا آثار ونتائج تلك الحرب التعيسة وتلك الحروب التعيسة، وأنا أفكر في اليمن وسوريا والعراق وليبيا مع كأخوة وأخوات في الأسرة البشرية هنا، لأن نلزم أنفسنا ضد السلاح، وحتى في تحويل العلاقات الإنسانية إلى علاقات مادية وإلى الدعوة إلى الحروب. وبالتالي دعونا أيضا لنفرض كل هذه الأشياء من خلال الصلاة الجميلة وفي التزاماتنا اليومية بالحوار، وأن نكون معا هنا اليوم هي رسالة الثقة للجميع والتشجيع لكل شعوب العالم أو الأشخاص من ذوي الإرادة الخيرة، وليس الاستسلام لفيضان وسيول العنف والكراهية هنا، ولكننا نرى أن الله مع أولئك الذين يسعون إلى السلام، ومن السماء يبارك كل خطوة تتخذ على هذه الأرض في هذا الاتجاه وفي هذا المسار. شكرا لكم.